قصة وحزورة. بحلقتنا لليوم يا أصحابي رح نحكي عن خدمة الآخرين. مثل ما بتعرفوا يسوع عطول بيدعينا وبيوصينا نحب بعضنا البعض، وهالمحبة ما بتكون بس بالمشاعر والكلام، بل هي أيضاً بالأفعال. يعني إذا أنا بحب صديقي كتير وطلب مني إني ساعده بدرسه، فلازم ساعده من كل قلبي ومن دون تذمر. أما إذا دعيت على عيد ميلاده وبدي أشتري له هدية، فلازم فكر بشي فرحه ويكون بحاجة لإله، مش اهدي أي شي بلاقيه بسهولة. لازم يا أصحابي نقدم عطول أفضل ما عنا للآخرين بكل فرح ومحبة، كأن عم نقدمه للرب. وما تنسوا الكتاب المقدس شو بيقول: من سألك فاعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. قصة وحزورة.